طيب خلينا ناخد الفنانه وفاء عامر. يا مدام وفاء اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي. من غير زعيق لحسن، انا ابني كره التاريخ بالكامل ومش عايز يدرس كتاب تاريخ. خلاص انا ابني قال ينفع يا مامي ما ذاكرش تاريخ من كتر الزعيق. زعيق يعني احبط من كتاب التاريخ خلاص. ابني كره كتاب التاريخ، دلوقتي كان بيتفرج معايا على الحلقه، احنا طيب وسهرانين، قال لي مش عايز تاريخ. خلاص طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي اعمل ايه في ابني؟ النهارده كنت طابخه عدس مثلا، اعمل ايه؟ اقول لكم شوربه العدس بتتعمل ازاي؟ تعبنا تعبنا فعلا، تعبنا بجد. تزويل من غير هزار، النبي ما حد يزعق، بس اصل انا بلاقي كمان حتى وجهه النظر ووجهه النظر الاخرى بيقابلها زعيق، لدرجه بقول لك ابني قام قال لي كرهت التاريخ يا مامي، مش عايز ادرس تاريخ. ايه الحل؟ الحل دلوقتي احنا عايزين حل. عندك حق انه الكلام ده ممكن يصيب النشء والاجيال بالاحباط. اعظم حاجه في الدنيا هو تاريخنا ايه؟ التاريخ ده هو اللي احنا درسناه في المدرسه، هو معنى ان نابليون غزا مصر ان احنا نشيل اسمه من التاريخ؟ هو معنى ان فريزر حب يعمل عدوان تاني او كانت في حمل فريزر على مصر ان احنا نقول ان فريزر ده قاتل؟ ده لحد دلوقتي اليهود وفي اسرائيل بيدرسوا القاتل المدمر الالماني الكبير هتلر، ويقول لك ده مش عارف ده عمل ايه وقتل مين ومذبحه اليهود وبتاع. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ مبارك ايه اللي هتشيلوه؟ مبارك ايه اللي يبقى 30 سنه وفي مختلفين على ان اسمه يتحط واسمه يتشال؟ مبارك حكم 30 سنه، له ما له وعليه ما عليه. اطفالنا لازم هم اللي يقرروا، مش احنا اللي نقعد نقول لا لا الناس لازم يطلع يقول لي سرطان. انا عجبني واحد كان بيتكلم شويه، قال لك الدكتور دويل اعظم حد في مصر، لما مات بمرض السرطان، محدش جابه له على فكره، اوباما ما جابهولوش. صحيح في ناس تعبانه ربنا يشفيهم، صحيح في ناس مش لاقيه دواء، يا رب ان شاء الله ربنا يكرم مصر ان شاء الله والناس دي تلاقي ادويه، لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام فعلا مستفز، كلام فعلا انا نفسي يعني اهجر انا كمان اعمالي لو اتعرض عليا عمل تاريخي ما وافقش اعمله بمجرد ان في اسمه مبارك. الناس هتثور عليا، ده حفيظه للناس بنستفزها بشكل فعلا اوفر كتير، كده كتير بجد. وانا اسفه جدا. عندك حق الفنانه وفاء عامر، بس فعلا احنا لازم نقول لابنك ولكل الاجيال ان التاريخ لا يكتب ابدا بروح الخلافات السياسيه يعني، ولكن يا استاذ وائل بيتكلموا عن الحريه، ما تخلوا اطفالنا يبقوا احرار في انهم يختاروا، في انهم يكتشفوا، في انهم. الملك فاروق بعد ما مات في ناس طالعه النهارده بتقول لك يا ريتنا كنا ملكيه، يا ريتنا، فقراء بيقول لك يا ريتنا كنا ملكيه، الدولار كان بكام ودلوقتي بقى بكام، الذهب كان بكام ودلوقتي بقى بكام، مش عارف ايه كان بكام ودلوقتي بقى بكام. مقارنات غريبه والناس ابتدت تتعب، ان هتحصل انتحارات والمصحف بسبب اللي بيحصل ده، كده حرام حرام بجد. يعني انا افضل ان الساده الحضور ربنا يكرمهم، فيهم ناس وطنيه لا اشك فيهم ولا نزايد على وطنيتهم فعلا، ينزل الشارع يشوف الغلبان الفقير ده ايه اللي يريحه، ان نعمل لهم ايه؟ مش نقعد نخليهم الصبح يبقى عندهم فوران وعايزين لما يشوفوا حد راكب عربيه يبقوا عايزين يكسروها، بجد كده كتير كده كتير. وانا اسف، انا بعتذر. فنانه وفاء عامر.